السلام عليكم. اذا اخيرا جهاز نينتندو الجديد وصل، النينتندو سويتش. طبعا جهاز ننتظره من فتره طويله، وليش الفيديو هذا موجود على الكتروني مثل ما كان مع الفيتا سابقا، الان مع النينتندو سويتش نبي نقدم لكم نظره على الهاردوير الخاص بالجهاز اكثر من انها نظره على الالعاب. فنشوف ايش اللي سويته نينتندو صح، ايش اللي سويته نينتندو غلط، وهل يناسب هذا الوقت اننا نشتري الجهاز. بس قبل لا نبدأ لازم نقول لكم إيش هو نينتندو سويتش. في ناس متأكد من اللي يتابعون ما يعرفون إيش هو نينتندو سويتش. نينتندو سويتش هو جهاز ألعاب جديد من شركة متخصصة في إنتاج أجهزة الألعاب زي سوني مع بلاي ستيشن ومايكروسوفت مع إكس بوكس. لكن إيش الغريب في هذا الجهاز؟ ليش مطور مثل هيديو كوجيما مطور عريق قال عنه حلم للاعبين؟ إيش اللي بالضبط مختلف هنا؟ الآن أنا جالس ألعب مثل ما ألعب مع أي جهاز ألعاب ثاني، اليد معاي والصورة في الشاشة وألعب عادي. لكن إيش الغريب في هذا الجهاز؟ الغريب كله هنا في يد التحكم هذه، لأن فيها قطعتين مهمات اللي هما الجويكون، واحدة يمين واحدة يسار. فلو نأخذ الجويكون نطلعها، أوكي، طبعا هذا الشيء اسمه جريب وهو اللي يجمع الجويكونز مع بعض. لكن الآن بعد ما فصلتهم فهم يشتغلون زي ما كانوا بالضبط، أقدر استخدمهم كيد تحكم بشكل منفصل كذا. فقد شفنا أفكار زي هذه من قبل، مو هنا فعلا التجديد اللي موجود في الجهاز، لكن التجديد الحقيقي اللي هو راح أسويه الآن. تشوفون الجهاز هناك عندنا، خلنا نشوف إيش نقدر نسوي. أوكي، طبعا أوكي راح أركب الجويكونز عندي هنا بالجهاز المحمول. طيب بدل ما الصورة تكون على الشاشة راح تطلع هنا عندي في الجهاز على طول، وأقدر أكمل لعبي مباشرة. طبعا هنا الفكرة الموجودة من الجهاز، الفكرة من الجهاز انك تقدر تكمل لعبك وين ما تبي. كنت تلعب على الشاشة شيل الجهاز بكل بساطة من المنصة الخاصة فيه وكمل لعبك برا، العب في الطيارة، العب في المطعم، العب في اي مكان. هذا هو النينتندو سويتش. من ناحية هاردوير الجهاز تحسه انه من افضل الاجهزة اللي سوته من نينتندو على الاطلاق، فعلا تحس انه شيء فخم. وبالامانه اوكي الشاشة طلعت افضل مما توقعتها بكثير. هي كانت همي الاول، الشاشة حجمها 6.2 انش، نوع الشاشة LCD. طبعا البعض ممكن يقارب الجهاز أقرب شيء إلى جهاز بلاي ستيشن فيتا. طبعا الفيتا كان عنده شاشتين، الدفعات الأولية من الجهاز كانت شاشة OLED، والدفعات الثانية من الجهاز كانت شاشة LCD زي اللي موجودة هنا. فطبعا الOLED يتميز عن LCD بأنه يقدم لك درجات أسود قوية جدا، خصوصا لما يكون في الخلفية سودة كثير تلاحظ هذا الشيء. طبعا هذا لا يمنع ان الشاشة هنا رائعة جدا والالوان قوية وكل شيء، يعني صراحة مستحيل ان شخص يشتكي عليها. واذا تكلمنا عن درجات المشاهدة اعتبرها مقبولة جدا كجهاز محمول. فحتى لما نشغل اللعبة مت على طول، اوكي حتى لما نشغل اللعبة روعة اللعبة طالعة، حتى بسبة ان اللعبة هنا 720 بي تشتغل بينما على الشاشة تشتغل 900 بي. لكن صغر الشاشة يخلي عدد البكسل أصغر، حجم البكسلز أصغر، وبالتالي اللعبة تطلع بشكل أفضل. فهذه هي شاشة النينتندو سويتش. النينتندو سويتش خفيف جدا ومريح جدا جدا أثناء الاستخدام، خصوصا أقولها لكم أنا كلاعب يلعب ألعاب كثيرة وجربت أجهزة المحمول بالهبل. فعندنا هنا اختيار موفق استخدام اليو اس بي سي لشحن الجهاز. من الجهة الأمامية راح نشوف باقي المنافذ اللي عندنا، عندنا فتحات التهوية من هنا، عندنا هنا فتحة سماعة الرأس، الفتحة الخاصة بإدخال الديسك الخاص باللعبة أو الكرت الخاص باللعبة، عندنا هنا التحكم بالصوت وزر الباور. أخيراً هنا نوصل لأول الانتقادات اللي عندي للجهاز. الشيء هذا اللي موجود هنا هو عبارة عن شيء حاطينه خاص عشان تثبت الجهاز على الطاولة، زي ما راح نشوف هنا عندنا. اوكي كذا يثبت الجهاز على الطاوله. فاول شيء لاحظته انك ما تقدر تتحكم بالزاويه حقت الجهاز، هي زاويه واحده، يا تقبلها زي ما هي يا ما في. الشيء الثاني ان هذا الشيء احسه رخيص جدا صراحه، يعني اكثر من مره وانا افكه وارجعه احس انه ممكن ينكسر علي في اي لحظه. فهذا شيء ثاني تمنيت انه يكون افضل بكثير. تحت هذا الشيء نقدر نشوف هنا فتحه مخفيه اللي هي فتحه المايكرو اس تي، هنا تحط الذاكرة الخارجية الإضافية إذا تحب تخزن أشياء أكثر على الجهاز. حالياً أكبر لعبة موجودة لنينتندو سويتش هي The Legend of Zelda، و Legend of Zelda حجمها 13 جيجا بايت. لكن إذا كان عندك جهاز نينتندو سويتش، هنا نقطة انتقاد ثانية، الجهاز أكبر ذاكرة موجودة فيه 32 جيجا بايت. يعني لو عندك ثلاث ألعاب زي زلدة ممكن تخلص عليك الذاكرة، حتى ما تكفي الثلاث ألعاب. فواحدة من الأشياء اللي مفروض أنك تسويها بعد ما تشتري الجهاز، خصوصا إذا بتشتري كل ألعابك رقمية أو أغلبها، أنك تشتري لك كرت ذاكرة خارجي. وهنا طبعا نعطيكم نصيحتين. طبعا أفضل كرت بكلفك فلوس سعره $200 هو السامسونج إيفو، كرت ممتاز
حجمه 256 جيجا بايت راح يكفيك وزيادة لطول الوقت على استخدام السويتش، خصوصا اذا بتحط ببالك كمية الاشياء اللي بتحطها عليه ما راح تتضمن فيديوز او اشياء لان الجهاز ما يشغلها الحين، فقط العاب. اتوقع هذا الكرت يكفيك وزيادة، لكن غالي شوي. في كرت اقل منه، اوكي، طبعا سعره 70 دولار، والكرت من ساندسك. الكرت هذا ممتاز، حجمه 200 جيجا بايت، ما يفرق كثير عن السامسونج من ناحية الحجم، لكن يفرق من ناحية سرعة الكتابة، فيبالك تتأكد من سرعة الكروت. إذا أنت ما تفرق معك، هذا كرت أفضل قيمة موجودة حاليا. أقل منه ننزل عندنا كرت ثاني من ساندسك، حجمه 128 جيجا بايت وسعره 40 دولار. هذا الخيار الثالث اللي أنصح فيه حاليا. واحدة من الأشياء اللي دائما ننتقد نتندو عليها نظام التشغيل وبطء الشديد. نتندو مش صلحت المشكلة هذه المرة فقط، ممكن قدمت لنا واحد من أسرع إذا مو أسرع نظام تشغيل لجهاز ألعاب متخصص. طبعاً كل شيء، التنقل، دخول اللعبة، الخروج من اللعبة، الانتقال للإعدادات. تذكرون أول عشان نروح للإعدادات لازم نقفل اللعبة، هالشيء مو موجود الحين. يعني بعض الأفكار المتحجرة اللي موجودة عند نتندو غيرتها. كل شيء رهيب الآن، الأونلاين موجود، تقدرون تضيفون الشباب أصحابكم، تقدرون تعرفونهم. طبعاً لازم تستخدم الفريند كود، شيء غبي. الجهاز فيه أشياء غبية كثيرة. طيب، واحدة من الأشياء اللي عجبتني إن نتندو قالت راح يدعم سماعات بلوتوث اللاسلكية، لكن مع تحديث مستقبلي. ففي بعض الأشياء ممكن تتحسن مستقبلاً، بعض الأشياء يعني ما راح تتحسن. راح أكلمكم عن بعض الأشياء اللي ممكن ما تتحسن في الدفعة الأولى من الجهاز. طبعاً أنتم تعرفون كيف دائماً الدفعة الأولى من الأجهزة الإلكترونية هي اللي يتم اكتشاف المشاكل فيها، فالواحد مفروض إنه ينتبه من هذه الأشياء. منها أن الشاشة اللي موجودة عندنا هنا سهل خدشها، يعني لو حطيت الجهاز معك في الشنطة كذا مكشوف ممكن يتخدش بسهولة. فأول شيء مفروض أنك تسويه، واحد، تحط سكرين بروتكتر. في أكثر من نوعية الآن في أمازون، في مواقع كثيرة قاعدة تنباع، ونتأكد بتوصلنا هنا السعودية وفي الدول العربية. فحط حامي للشاشة، هذا مهم جدا. ثاني شيء، إذا كنت من الأشخاص اللي يتنقلون واجد وتستخدمه كجهاز محمول، استخدم الشنطة الرسمية للجهاز لأنها بتحميها من أي خدوش ممكن تصير لها. البطارية أنا أعتبرها صراحة بطارية جيدة جدا. الاختبارات اللي صارت للأداء طلعتها من أفضل الأجهزة اللي موجودة في السوق، أو على الأقل في الثلث العلوي من الأجهزة من ناحية أداء البطارية، سواء أجهزة ألعاب أو أجهزة إلكترونية أيضا بالحجم هذا. طبعا أنت عشان توفر بطارية يعتمد عليك، هل أنت مشغل الواي فاي ولا لا؟ إذا طفيتها بيفرق كثير. البرايتنس، هل حطها على شيء؟ في اغلب الاوضاع من اللعب اللي جربته في الايام اللي فاتت ما تحتاج تحط البرايتنس حتى فوق النص، راح يكون كافي وزياده، خصوصا اذا كنت تلعب في مكان مظلم سواء في غرفتك او في الطياره او شيء مشابه. واحده من الاشياء اللي ضايقتني في الجهاز صراحه قوه الواي فاي. انا كنت جالس امس في الملحق في بيتنا، كنت على بعد 3 متر من الجهاز وشغلت شيرنج انترنت من الجوال حقي، طلعني هنا شرطتين حتى مش كامل، مع اني على بعد 3 متر كنت من جهاز نينتندو سويتش. الشبكات اللي بالعادة، أنا عندي البلاي ستيشن والإكس بوكس في نفس المكان اللي موجود فيه سويتش، وكلهم يلقطون الشبكات اللي داخل البيت بسهولة. السويتش كان يعاني في التقاطهم وما رضى يشبك فيهم حتى، فأتوقع أن الواي فاي ضعيف في السويتش، وهذا صراحة من الأشياء اللي أحبطتني. الRGB range هذا شيء مهم، إذا كنت تبغى تطلع درجات الأسود قوية، إذا كان عندك تلفزيون ممتاز حطه على فول رينج، لا تحطه ليميتد. تبي تحطه أوتوماتيك كيفك، بس أحيانا ما بيشتغل معك. أنا أحطه فول رينج، راح تفرق معك الألعاب كثير. شيء ثاني ايضا هنا ممكن اعلمكم عليه يخص الصوت، تي في ساوند. طبعا هنا انا عندي جهاز حاطه في البيت، فاذا عندك واحد حط التي في ساوند على السراوند. طبعا لاحظوا انه صوت التلفزيون تقدر تتحكم فيه بشكل منفصل. طبعا كثير مننا يحط سماعات في الجهاز لانه ما يكون يبغى يزعج اللي حوله، فهنا تقدر تقول ميوت وذ هيدفونز وين هيدفونز ار ديسكونكتد. معناته اذا كنت تستخدم هيدفونز وانفصلت بالغلط او انت فصلتها، يصير الجهاز ميوت بحيث ما يشتغل او يعلى صوته فجاه بعد ما كان محطوط على سماعات الراس. معلومه مفيده ثانيه، الجوي كونز الاثنين هذولي يستخدمون بطارياتهم الخاصه، هم ينشحنون بنفسهم، اوكي، وما يستخدمون البطاريه الخاصه في الجهاز، فممكن ينتهون قبل ما تنتهي بطاريه الجهاز. طبعا هذول الجوي كونز الاثنين متى تقدر تشحنهم؟ الآن هم موصلين على الجهاز وهو محمول، ما راح يشحنهم الجهاز عشان ما تخلص بطاريته. الطريقة الوحيدة لشحنهم أنك ترجع الجهاز للمنصة الخاصة بالجهاز لما يكون مشبوك بالكهرباء ويبدأ يشحن وقتها. طبعاً الجوي الجريب اللي يجي معها هذا ما في كهرباء ولا شيء، هذا أنت تركب عليه الجوي كونز الثنتين عشان فقط تستخدمهم ككنترولر عادية أو كلاسيكية. في نوع ثاني منه اسمه شارجنج جريب، بعض الناس بدأوا يشترونه من السوق. الفرق الوحيد أنه من تحت هنا في فتحة USB-C. هذا مو معناته ان الشارجنج كريب ذاك فيه بطاريه ويقدر يشحن الجوي كونز، لكن معناته انك تقدر تشبك فيه اليو اس بي سي بالكهرباء وتشحن اليد، مو تشحن، يستخدم كهرباء اليد وانت تلعب،
بس اذا فصلته ما راح يشحنهم. طبعا مستخدمين السويتش الحاليين في اشياء كثير قاعدين يدورون عنها، اكسسوارات بالاحرى، واهم اكسسوار تقريبا الكل يبحث عنه حاليا هو البطاريه المتنقله اللي يقدر يشحن فيها الجهاز. طبعا لازم نقول لكم ملاحظه، حاليا مش وقت مناسب انكم تشترون اي بورتبل شارجر خاص بالنينتندو سويتش، انتظروا شوي. النينتندو سويتش يحتاج لجهاز او بطاريه خارجيه تقدر تشحن، اول شيء يكون فيها سلك يو اس بي سي 3.1 تشحن 2.4 امبير اقل شيء، 5 فولت اقل شيء. الخيارات الموجوده الحين اللي طابق عليها هذه الشروط قليله، فنصيحه للجميع انتظروا شوي، متاكد بتنزل حلول اكثر، وممكن تنزل حلول مخصصه للجهاز نفسه النينتندو سويتش، بحيث انك تقدر تشحن وتلعب في نفس الوقت عن طريق بطاريه خارجيه. طبعا هذا اسمه الدوك او المنصه الخاصه عشان تثبت عليه في الجهاز لما تبغى تلعب في التلفزيون. لكن ايش المشكله حقت الدوك؟ المشكله حقت الدوك انه المنطقه الداخليه هنا اللي يدخل فيها الجهاز نفسه ما هي مبطنه، يعني بلاستيك، وهذا السبب، هذا الشيء سبب انه في ناس اجهزتهم السويتش تخدشت من الدوك، كثر ما يدخلون الجهاز ويطلعونه تخدشت اجهزتهم. فالحل ايش؟ انك زي ما قلنا سابقا تجيب بروتكتور للشاشه عشان لو تخدشت من داخل ما تتضرر الا الغلاف، او انك تحط قماشه في المنطقه هذه بطريقه ما بحيث انها تحمي الجهاز من الاحتكاك في الدوك. طبعا انا انصح حاليا اي واحد عنده اياه انه يستخدم الدوك او يدخل الجهاز ويطلعه بعنايه تامه عشان ما يخدش الجهاز الجديد حقه. ومستقبلا انا متاكد هذه واحده من الاخطاء يعني التصميميه اللي ممكن تتعدل في الدفعات الجايه من الجهاز. النينتندو سويتش نقدر من جد نقول عليه انه حلم للاعبين، واللي قالوها ما كذبوا، لكن كاي جهاز جديد جاء معاه مشاكل التقنيه اللي تكون موجوده في الدفعه الاولى. فعندنا المشاكل اللي شرحناها احنا مثل سهوله خدش الشاشه لما تركبها على المنصه، بعض المشاكل الثانيه اللي تكلمنا عنها، في ايضا مثلا ضعف الواي فاي، ضعف بعض الجويكون، واحده منهم اليسار احيانا ينسد الارسال حقها وتقطع، يعني في مشاكل. نصيحه لكم حاليا انه ما احد يشتري النينتندو سويتش الدفعه الاولى، اللي شروها كان بها. اعرف كثير من الناس اللي شروها ما صارت لهم اي مشاكل من المشاكل هذه، عندهم استخدامهم ماشي زي الحلاوه وزي العسل. لكن اذا كنت شخص لسه تبي تشتري ما انت مستعجل جدا، استنى الدفعه الثانيه، لان كثير من الاخطاء هذه سهل تتعدل في الدفعه الثانيه. شفنا مشاكل مشابهه صارت مع البلاي ستيشن 4 واليد لما كانت تتقطع الانالوج ستيك اللي موجوده فيها، وعدلوها في الدفعات الثانيه من الجهاز. فممكن الان يكون وقت ممتاز انه ينتظر. الجهاز كجهاز العاب صراحه جهاز رائع، هاردوير رائع، السوفت وير اسرع سوفت وير شفناه في اي جهاز صراحه كانت استخدامه رهيبه. لكن نتمنى من نتندو انها تصلح الاخطاء، تسمع اللي قالوه الناس الان، لان في فرصه كبيره خصوصا عبر تحديثات السوفت وير ان السوفت وير هذا يصير افضل وافضل مستقبلا. اتمنى يكون عجبكم الاستعراض، اذا كان عندكم اي اسئله وجوها لنا وان شاء الله نحاول نجاوبها قدر الامكان. وكان معكم محمد بسيمي، وهذا كان استعراض الهاردوير الخاص بالنينتندو سويتش.